مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار. اليوم النهاردة الأربع، ودي الحلقة بتاعت حضراتكم، ودي الحلقة اللي انتوا بتعكوا وشاركوا في إعدادها بأفكاركم برسائلكم بتليفوناتكم. هروح للرسائل دلوقتي، بس عايز الخبر بتاع المركب الفوسفات اللي غرقت في النيل. أنا ملاحظتي للزيطة اللي حصلة حاجتين، ان في ناس مهمتها ان هي تعمل الاثاره، مركب وشفته واللي حصل والتلوث والبتاع. انا بقى سيبك من دول خلاص انتهينا منهم. ده واحد لا يؤمن بمصر ولا بوطنيه ولا بينا ولا اي حاجه، مش مشكله ده، انما انا عايز اعرف اللي بيزيطوا في الزيطه، اللي هو بيشعبط في الترماي كده من غير ما عارف الترماي ده رايح فين. خدت يعني ما هو بيركب في اي حاجه، الناس بتزيط بيزيط، بيزقلوا طوب بيزقل طوب، بيشتم بيدلقوا ميه بيدلقوا ميه، هو مش عارف ايه الموضوع. هو ايه الحكايه؟ موارد ان مركب الفوسفات، ما احنا طول عمرنا بننقله في النيل، من ساعه ما بقى في فوسفات بيتنقل في النيل. صلاة كون ان المركب هنعمل لها ايه طيب؟ يعني ايه اللي هيتعمل؟ يعني انا عايز افهم ايه التقصير اللي حصل؟ الصندل دخل في بتاع الكوبري بتاع دندره غير، ها هنعمل ايه؟ تعال نشوف الاجراءات اللي تمت بعديها، هل كان في اجراءات ولا حكومه نايمه ولا مسؤولين مش هاممهم؟ كله اتكلم قال لك المصريين يسمموا، طلع ان الفوسفات الكتل دي ما بتدوبش في الميه. وبعدين على الفور المحطات اللي هي جنب هنا، خمس محطات اتوقفت لبضع ساعات لغايه ما اتاكدوا والميه، وعلى طول في ثلاث جهات بتحلل الميه، البيئه والري والاسكان، لان كل محطات المياه دي تبع الاسكان، ثلاث جهات بتحلل المياه. عشان ليه فكره ان احنا بنشارك في اي حاجه مش واخد، ليه فكره ان بنزيط في الطريق؟ هل انت بتشعر، هل اللي بيعمل كده بيشعر بوجوده؟ يعني هل بيشعر باهميته؟ هو ده المركب وده اللي هنا، هو بيغرق، وكويس ان هم قدروا يخلصوا من الماده، من ده الصندل يعني خبط في حاجه من الكوبري ده كده، ان بتاعه التنكات السولار بتاعته قدروا يفضوها، ما حدش اتاخر، الدوله لم يتاخر احد، مش دفاع عن حاجه، بس احنا دي بلدنا بقى دلوقتي. ايه يعني ايه المغزى وايه الفكره ان احنا في كل حاجه عمالين بنسودها وبنشكك وبنقلمين لمصلحه مين طيب؟ لمصلحة مين؟ يعني انت لمصلحة مين؟ اللي مزيطين على الفيسبوك لمصلحة مين؟ وبعدين بقت كارثة. وبعدين فكرة السلوك في علم النفس اللي هو بيسموه سلوك قطيع، ان حد يطلع بحاجة فكل داخل فيها في الزحمة من غير ما حد يعمل، لو فكر للحظة، اي حد لو فكر في لحظة بالراحة يعني صندل، هنعمل طب هنعمل ايه؟ اهمال بقى الرئيس بتاعه، الكوبري يتحرك يبقى اهمال الكوبري، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انما ايا كانت الموضوع اهو حادثه وحصلت. احنا الحادثه ما حدش يقدر يمنع الحوادث، مش حدش هيقدر يمنعها، في كل حته بتحصل حوادث. انما اللي نقدر نتكلم عليه بقى فيه قصور ولا مش قصور، ماذا تم بعد ذلك، هو ده اللي نتحاسب عليه. مش تبقى الحكايه كلها والحقوا والنيل وبنشرب ميه مسممه، بقى ده كلام. يعني انا الحاله دي هنقعد فيها لغايه امتى؟ الحاله اللي احنا ديت هنقعد فيها لغايه امتى؟ وحالة اللي بيطلع يزيط في الزيت هنقعد امتى؟ اللي هم بقى اللي يعني شباب كتير جدا، هو فاكر ان ده هي دي الوطنيه، هي دي مش وطنيه ولا اي حاجه، هو فاكر ان ديت يعني هو ده كده بقى الشباب، هو دي يعني المعلمه بقى والحاجات دي. طب يا ابني وده انت مش واخد بالك، هو البلد دي بلد حد تاني اللي انت عمال تخرم فيها دي؟ وانت لما تتكلم في اي كل حاجه سلبيه كده، ما انت المناخ السلبي ده ما احنا اللي بنصنعه لنفسنا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك الشؤم من التشاؤم، يعني انت هتقعد متشائم هيجي لك مصيبه، يعني انت علشان كده تفائلوا، فانت هتقعد بقى كل حاجه المركب غرقت والحاول. طب ما هنعمل ايه المركب اللي غرقت؟ هتغرقت هنعمل ايه؟ كل ما زي من المحزنه تعمل على حوادث الطرق، طب هتعمل ايه؟ ناس هتعمل ايه؟ واحد مستهتر هتعمل له ايه؟ واحد بياخد مخدرات هتعمل له ايه؟ هتقول لي اظبط، هتظبط ايه ولا ايه ولا ايه؟ انما احنا نرفع ده كله ايه لو احنا كلنا ايد واحده بنتكلم، لو احنا بنتكلم في اي حاجه في قضيه عامه كله بيتكلم، بتصنع راي عام في اي حاجه، تمام، تصنع راي عام تقول ان احنا مستعدين دلوقتي ان احنا نتعطل يوم او يومين بحيث ان انا اعمل
نقاط تفتيش على كل الطرق عشان كشف المخدرات، لانك لما هتوقف العربيات هتوقف، يبقى بيهيئ الراي العام، مش انت بمجرد ما تتعمل المرور يعمل اي لجنه وترد كيلو، الناس عماله تشتم وتعمل. طب نقفل الباب ولا الشباك ولا نفتحه؟ قولوا لنا ايه اللي مطلوب. ما هو جزء الفوضى دي، ده مش جاي من فراغ. الزيطه اللي تحصل زي حكايه الصندل دي مش جاي من فراغ. هو واحد حرك كل هذه الناس الكتير جدا اللي كلمت سلبا او ايجابا، وهم خدت بالك هي لما كلمت هم ما فيش دماغه حاجه، هو مزيط في الزيطه. الله، هو انت لما تلاقي ناس ماشيه تلاقي طابور واقف تقف فيه، مش تعرف ايه الموضوع الاول؟ مش تعرف الطابور ده واقف ليه؟ ولا انت هو بتقف في الطابور وخلاص؟ الناس بتكتب، هو انت بتكتب كده وخلاص؟ مش يعني نتعامل مع المساله. وبعدين ايه بقى فكره ان حد يقول ايه نشطاء؟ يعني ايه اللي على الفيسبوك نشطاء؟ يعني ايه كلمه نشطاء الاول دي؟ انا عايز افهم انا. يعني الناشط ده يعني ايه؟ هل المهنه بقى الجديده يعني ناشط؟ شغلته ناشط يعني؟ شغلته انه يشكك في كل حاجه ويشتم في كل حاجه، هل هو ده الناشط؟ ولا الناشط لما يبقى في حادثه زي دي يتكلم، يظهر صوت العقل ويتكلم بصوت العقل ويقول ان ده وارد كذا، انما هنحاسب بقى، تعالوا نشوف في التحليلات وتعالوا نشوف كذا، ولو في قصور يبقى كلنا نتكلم ان في قصور في معالجه الامر. انما كده ما ينفعش. ما هو من اسبوع برضه بعد تفجير البرلين بتاع اللي جنب مدينه الانتاج دولت، حد طلع برضه بيزيط في الاعلام بقى في البرامج دي، وبيحمل الرئيس المسؤوليه على البرلين. ما هذا المفروض الرئيس يقعد لف، ما يسيب القصر هناك مبين ويعمل ويقف اعلى الابراج. 146 الف برلين، مش عارف الرئيس الحقيقه الله يكون في عونه هيحرسهم ازاي ده ولا ده ازاي يعني؟ ولا نجيب احنا بقى نجيب الجيش يحرس الابراج مثلا يعني؟ بدل ما اللي بيتكلم في ده ويقول الكلام ده، انما هو فكره الخلق، فكره التشكيك، فكره انه يحسسك ان اصلا ما فيش فرق في ايه؟ انت عشان يظهر فرق في اي ومع ذلك في فرق كبير جدا حصل، وانما بتحصل فرق في ايه؟ ده انت كانت حاجه كلها غرقانه تحت الميه. انت كل حاجه عندك كانت غرقانه، تعليم غرقان، صحة غرقانة، كله غرقان. أنت ما عندكش إلا مؤسسة واحدة اللي بتشتغل في البلد دلوقتي، المؤسسة العسكرية. ما فيش إلا مؤسسة واحدة اللي شغالة. مع احترامي للكل وكلام، إنما المسائل التانية أنا بتكلم على الأماكن الإنتاج وأماكن ده، هي دي اللي شغالة، وده اللي باين في شغلهم اللي بيتولوه. وهم القوات المسلحة ما بتبنيش طريق وما بتعملش بإيديها. انما هي بتشر، ابحث عن الاداره بقى، فبتلاقي الطريق معمول، ما فيش سرقه حصلت فيه. الطريق المفروض يتعمل في السنه يتعمل في سنه، ما يقعدش 3 سنين، مش عارف الطريق فيه كده، هي الحكايه كده. فهي شغال الانضباط كده شغال، انما الباقي فين بقى؟ تعال. ومع ذلك وكل ده كله، انما انت عندك حاجات كتير عمال تخطيها، وحاجات كتير بيستدها. ما فيش انتاج، ما فيش شغل، ما فيش أي حاجة بتعمل، ومع ذلك بنحاول. في البلد في رئيس بيحاول، ممكن يكون اللي حواليه مش مساعدينه، وارد. ممكن تكون المشكلة أكبر مما إحنا نتصور، وهي أكبر مما إحنا نتصور. أنت حضرتك لما تشوف كده، تعالى أي حد عاقل كده وأي حد منصف، خد التعليم. إشكالية التعليم، عندك فصول كثافتها من 70 لـ90 واحد، قول متوسط 80 طفل او طفل او شاب او فتاه في الفصل. حد يقول الكلام ده؟ ادي الكثافه. يبقى زي انت محتاج مدارس كتيره، مدارس بفلوس، تمام؟ وبعدين المدارس انت بتحتاج تحطها بقرب الاماكن اللي احنا ساكنين فيها. احنا لغايه دلوقتي مصممين نسكن ونبني ونسكن ونبني على الارض الزراعيه، ومن ثم لما تيجي عايز تعمل مدرسه هتعملها على الارض الزراعيه برضه. فده مؤخر حاجة. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، النقص الشديد في المعلمين. نمرة تلاتة، المرتبات المجحفة للمعلمين ولغير المعلمين في كل قطاعات الدولة. مرتبات يعني مفيش، محتاجة النظر. المناهج محتاجة تتغير. احنا الوحيدين اللي في العالم اللي شغالين بقى حفظ وتلقين. التلميذ ولا الطالب يقعد يحفظ 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 يحفظ, يحفظ لغايه ثانويه عامه كده، وفي الجامعه كده، في كليه الطب بيحفظوا برضه. يقعد يحفظ 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 ويروح يمتحن، وبعد اسبوع واحد ولا فاكر ولا كلمه.
انما العالم كله دلوقتي طالب ما فيش حاجه بيحفظها، هو معاه الكمبيوتر بتاعه يخش الامتحان بيه، معاه كل حاجه يخش بيها الامتحان، لانه ما بيسالوش في حاجه، هو كله بحث ومعرفه، بيديله مشكله ما ويطلب اوله الحلول ليها، وعليه ان يبحث هو بقى عن الاصول بتاع ده والحاجات المرجعيه بتاعت الاشكاليه دي ايه او الحدوته دي ايه، ويشوف الحاجات الابحاث اللي اتعملت لحل ايه، يعمل ده كله، فبيقعد يشتغل هو مع نفسه بقى في ده ممكن يبقى الفصل الدراسي كله في حاجه زي كده، الطالب واخد حاجه زي كده يقعد يشتغل فيها شهر وشهر ونص، يقرا هنا ويقرا هنا ويجيب هنا وهنا، بس كل معلومه علمته ازاي يجيب المعلومه، وعلمته ازاي يبحث، وعلمته ازاي يفكر، ادي هنا ده الموضوع هيفكر ازاي يحله، في عايزين نفكر في حاجه، عايزين نعمل حاجه، زي ما بيقول الرئيس بيطالبهم دايما فكروا خارج الصندوق، ولا حد راضي يفكر خارج الصندوق، لان هم حاشرين دماغهم في الصندوق، ما يفكروش خارج الصندوق لا. طب ايه خارج الصندوق؟ لان خلاص المشاكل الحلول التقليديه خلصت في الـ2000 سنه اللي فاتت، احنا في الالفيه الثالثه. يعني كان بيكلمني الاستاذ حاتم الليسي وهو خبير سياحي ومهموم بهموم الوطن اول امبارح، فبيقول لي يعني هو فكرته لما سمع، كنت بتكلم وانا بتكلم بقول ازاي ان احنا، كنت بتكلم على مدينه الانتاج، فبقول مدينه الانتاج الاعلامي يجب ان يكون هذه المدينه هي في تامينها مهمه ومسؤوليه كل من هو يعمل في هذه المدينه، من اول مذيع او مقدم برنامج لغايه فرد الامن لغايه رجل الامن الموجود لغايه رجل الامن بتاع الشرطه المصريه. ليه؟ لان انا مطلوب دلوقتي ان الشعب يبقى جزء من منظومه الامن، كل واحد يبقى هو رجل امن قومي، كل واحد يتعلم بقى لما يشوف حاجه يقول، لما يشوف حاجه يتحرك، لما يشوف حاجه يتكلم. فهو كان فكرته الاستاذ حاتم الليسي ان النهارده، طيب انا النهارده بحط كاميرات عند الاشارات ولا مش عارف ايه او الرادارات، طب ما نخلي المساله، نعكس المساله، وزاره الداخليه بتعمل موقع ليها يبقى معلن ومعروف والكلام ده كله، واي واحد معاه تليفون دلوقتي بقى معاه ممكن بالتليفون ده يصور صوره تبقى دليل او قرينه على مخالفه عربيه جايبه راتش ولا زباله ولا اي حاجه وبتقلبها على جنب الطريق الدائري ولا اي حاجه، بروح مصورها بالنمره وبالبتاع وابعتها على الموقع على طول بتاع الداخليه، عربيه ماشيه عكس اتجاه، واحد مع عربيه قد كده هوت ومحمل حموله قد كده هوت من فوق منه كده مثلا بقى، كل ما هو مخالف، بيت بيتبني في وسط الاراضي الزراعيه مش عارف فيه، ويبقى اول من يرسل يعني الاسبقيه، لان الداخليه هتدي لو كلها مخالفات بتعمل عليها فلوس، مخالفات المخالفات في تحصيلها بيبقى جزء منها لمن ابلغ. فانا هنا خليت الشعب المصري كله اصبح بقى النهارده رقيب على هذا، رقيب في المسؤوليه مع الدوله، وهو ده في كل حته كده، هناك بره الرقيب بيبقى ضميري، المساله ضميريه، يعني هو رقيب في النظافه ما بيرميش، انما مش قاعد لو حد رمى، ما حدش بيرمي الا لو حد من مسافر من هنا راح هناك هو اللي بيرمي، انما هناك ما حدش هيرمي، فمش مش محتاجه ان حد يصوره ان هم ما بيرموش، فالرقيب هنا الضمير، الضمير هو الغالب هنا وهو الحد الفاصل في المساله، احنا هنا عشان مدين الضمير اجازه واستمرأنا الفوضى وبقت فكره الفوضى هي مرادفه للثوره، يعني انت تعمل فوضى وتحرق وتعمل تبقى انت ثوري، انت من النشطاء، انت من ومش عاجبك اي حاجه تبقى من النشطاء، بقت هي دي التفكير، لا احنا الديمقراطيه والحريه ماشي، بس انت حر ما لن تضر، انت راكب عربيه مش من حقك ترمي عقب السيجاره اللي شربته في الشارع، مش من حقك، مش من حقك ابدا، لان الشارع ده ملكنا كلنا، اعتديت على ملكيه عامه انت هنا واعتديت علينا كلنا كده، على ما نرجع بده. فانا النهارده لو المخالفات دي كلها اشترك الشعب النهارده، لان الناحيه لغايه ما ترجع الناحيه الضميريه بقى هو جزء من الرقابه الرسميه وبقت دي قرينه، ممكن واحد يبعت، ممكن واحد يبقى يركب فيلم ويبعته، الداخليه تقدر بقى تكتشف ده، وبعدين المساله ما هو من حق اللي اطرحت الصوره في حقه، ومن حقه انه يستأنف او يعمل، يعني انا عايز اقول ممكن يحصل حاجات تانية، انما انا بنسبه 95% هيبقى عندي سلاح ردع، لان هيبتدي اي حد النهارده بيستمرق الفوضى وبيستمرق السخافه اللي بيعملها دي هيفكر مره واتنين، لا يتصور ويتلب. اهم حاجه في الاقتراح ده الردع الفوري،
يعني انا مثلا لو عربيه عامله مخالفه مش هستنى اخر السنه وعليك خير، لا، ده انا في نفس الاسبوع قبل ما يفوت الاسبوع، تعالى ده انت عليك 1000 جنيه غرامه وواخد شهر سجن عشان كنت ماشي بالمشقلب في الشارع يا كابتن. لما بقى في الشارع كلهم يعرفوا ان في العنتر اللي هو الواد الفيص بتاعهم بقى اللي ماشي بالمشقلب ومش عارف اي حاجه، ثوري بقى وناشط ومن شباب الثوره وناشط، ما هو ده النشط انه يمشي بالمشقلب. لما تلاقي تحاسب والكلام ده كله الكل هيرتدع. ادي فكره، ادي فكره من بره الصندوق مثلا يعني. فهي افكار كثيره نستطيع ان احنا نحل بيها مشاكلنا ونقدر نعمل بيها حياتنا وحياتنا كده. كل ده كنت بكلمه على حكايه مركب الفوسفات. تعالوا بقى نشوف الفيسبوك بقى، دوله الفيسبوك اللي موجوده، وازاي ان حد بيختلق مشكله وفي اغلب الاحيان اللي اختلق الازمه او حاجه خلافيه ربما يكون حد من كتائب الاخوان او حد من الكتائب الصهيونيه، والاثنين اخوات قرايب. عزيزي شيمون باريز السفاح بقى عزيز مرسي. فهم ما فيش، هم ممكن يختلقوا يعملوا الحكايه يعني، هو اللي بيحط القضيه الخلافيه واحنا ادلق داخل ناس مؤيد الكلام ده وناس بتضد الكلام ده، وتقعد الخناقه دي شغاله 3 ايام. طب ما فيش حد يا شباب يعني يا جماعه الخير هادئ كده، ما ده اللي انا عايز اقوله بقى. طب احنا ما فيش حد، لما حد يتكلم حد يقول كلمه حق بقى، احنا ما ناخدش بالنا نبطل تزييط شويه في الكلام ده، لان هو ده اللي مطلوب. استدراج المصريين كل يوم وكل لحظه وفي كل ثانيه في نقاط خلافيه. ما هو انت اي مشكله بتتعرض هيبقى فيه ناس مؤيده وناس ضد، ده طبيعه البشر، البشر ما اتفقش على شيء. حتى لو كانت واضحه وضوح الشمس هتلاقي ناس ضد. هي البشر ما اتفقش على ربنا سبحانه وتعالى. واستغفر الله العظيم يعني ما تعرف خلاهم، فمش هيتفقوا على حاجه ولا هيتفقوا على اي حاجه. انما هو الهدف اللي هي الامور الخلافيه. ده موضوع الفوسفات اللي شغلوا بيه. لا في تحليل من وزارة الإسكان ولا من وزارة البيئة، والثلاث وزارات البيئة يعني الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ان يعني الراجل اتكلم وقال ان الفوسفات لا يذوب في المية، وقال ان وزارة البيئة اتحركت وطلعت 4 قطع بحرية تابعة للقوات المسلحة من أسوان اتحرك بسرعة، والقياس المية من العينات المية اللي بتاع ده من محيط المنطقة ديت وعلى مسافات أبعد، يعني ما فيش حد تخاذل. ليه بقى احنا نزرع الشك وليه نزرع الموضوع؟ هو ده الموضوع. بس كونه يحصل ده خلاص. بس الغريب في الامر ان احنا خلاص اللي بيخلق المشكله او اللي بيبتدي يحط الحدوته اللي بتعمل النقطه الخلافيه 1 او 2 او 3 بيحركوها على الموقع، وللاسف عدد هائل بينقاد دون ان يفكر. محدش فكر هل احنا بلدنا كده هتستحمل فكرة التشكيك والتدمير والكلام ده كله على طول كده؟ هل بلدنا هتستحمل في صفحات الحوادث اللي فيها حوادث؟ حصلت الحوادث وجرائم حصلت. الله، ما انت ساعات ده انت ساعات النائب العام بيوقف ناس مش في الجريمة عشان التحقيقات اللي فيها من بشاعة الجريمة. الله، وبعدين الجريمة في شقين، يعني في شق الإنسان اللي قام بهذه الجريمة وليه محيطه أسرته ومعارفه وقرايبه والكلام ده كله، ده جزء تمام. الجزء الثاني البلد مصر، مصر بزهوتها وبحضارتها والكلام ده كله. ايه الاصرار ان انا زنا محارم، وايه الاصرار ما اعرفش الام اللي عملت ايه، وايه الاصرار؟ معقول الكلام ده؟ معقول في عيد الام يجي في التلفزيون واحد جايب مش عارف الام اللي قتلت ولادها في عيد الام بقى ده كلام؟ تسموا ده ايه؟ حد يقول لك اصل عشان البحث عن الاثاره والاثاره والاعلان. لا 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 لا، الحكايه مش كده. نسيبنا بقى من، انا بتكلم على اهالينا، بتكلم على شبابنا. انت مش واخد بالك انت مستدرج ليه؟ انت مش واخد بالك انت رايح فين؟ طبعا لو كان في وزير اعلام، اصل برضه منصب وزير اعلام بقى في شبهه، لان في حكم الفرد وزير الاعلام وفي حكم هتلر وزير الاعلام بتاعه، يعني بيبقى دايما هو في خدمه نظام وحاكم فرد. احنا الوضع اتغير، احنا عايزين وزير اعلام وطن، عشان وطن بيتعرض لابشع الاكاذيب كل يوم، وطن بيتعرض وطن ولاده هم اللي عمالين يخربوا فيه،
فلما تبقى في وزاره ومسؤولين وبتاع وفورا بيبقى مش يعني بيبقى على طول حادثه زي دي، يبقى بعد 3 دقايق هم اللي بيعلموا الناس في ده الحكايه. لان اللي ما بيعلم هو مش بيدافع عن حد، ان هو الحقيقه. احنا مطلوب مننا، لان احنا ما بنتقالش الحقيقه ونسيب النهش في مصر كده. طب مين اللي هيدافع عن بلدنا دي؟ مين هيدافع عن بلد هي اصلا تعبانه وبتئن واحده يعني في قاعده في الانعاش في قد ايه بتئن مش مستحمله اكتر من كده.